القطعة اللي عليها أكثر طلب، الحجامة الإلكترونية من البراند الإماراتي 7MD. استمتع معاي في هذه القطعة. سمعت عن الحجامة الإلكترونية؟ لا يا حلال، تعال خلني أراويك. روني يا كابتن. أسهل طريقة تقدر تسوي فيها حجامة، تضغط حرارة برشر ثلاث مستويات. شوف 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 حمد، شوف 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 حمد ياسر تضغط، وشوف شوف هني شوف هني شوف هني ثلاث مستويات. أنا حاط المستوى الثاني، أقدر أكثر الحرارة، أقدر أتحكم 1 2 3 قوة الحرارة. يا سلام، تضغط لك على المنطقة، اشتغلت الحرارة، تضغط لك على المنطقة صح. يعني حجامة إلكترونية على مستوى عالي، سهلة 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 الاستخدام. طبعا فايدتها كثيرة حمد، هاي تحرك لك الدورة الدموية في الجسم بشكل فظيع، والحلو فيها شوف 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 حمد شوف ما شاء الله حجامة. يوم أقول لك أنت